نتحول إلى أخبار الطقس في نشرتنا، ونعود مرة أخرى إلى ميرفة المليل. إليك شكرا ريهام، شكرا نهى، وأهلا بكم مشاهدينا هذه المرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 32 والصغرى 24، الإسكندرية 30-22، مطروح 29-21، بورسعيد 30-24، الإسماعيلية 33-22، السويس العظمى ستكون 32 والصغرى 23، العريش 31-22، طابة 31-23، شرم الشيخ 35-27، الغردقة 35-26، الأقصر العظمى 36 والصغرى 22، أسوان 37-23، الوادي الجديد 37-20، شلاتين 35-26، وأخيرا حلايب 32-27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.